السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا إنما كنتم، أهلا ومرحبا بكم حياكم الله في حلقة جديدة وبرنامج صوتك أمانة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة سامراء الفضائية. أيضا يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، هناك رقم للواتساب وأيضا لآسيا سيل. حقيقة لازلنا نرصد، هناك الكثير من الملفات التي تهتم بالمرحلة المقبلة، وأيضا من ضمنها هي الانتخابات وهي محور يعني المرحلة الحالية وهي الأساس، أو خلينا نقول النمبر وان اللي كل يتحدث عنها الانتخابات وأهميتها. طبعا في الحلقة الماضية أخذنا موضوع يعني أو الحلقات السابقة تناولنا موضوع أهمية كيف الإنسان يعزز موقفه، يحدد طريقة للمستقبل. حقيقة وإحنا نبحث خلال هذه الفترة يعني حتى نكمل إعداد برامجنا أو حلقاتنا، واللي ده نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك الكثير من يتكلم عن ضرورة يعني تكون للإنسان أمانة في حمل بطاقة الناخب، خاصة البيومترية. يعني كل راح اللي راح وحدثه وأبصمه وأخذوا البطاقة البيومترية، اليوم ده نشوف أكو حديث ده يصير طبعا من بين المسؤولين، ما بين الناس، ما بين مواقع التواصل الاجتماعي، اكو ناس دا تبيع البطاقة الانتخابية. على فكرة شيء بشيء يذكر، يعني يقولون ترى بطاقة الناخب اللي كانت تباع ب50,000 وبعدين صارت $100، بعدين قالوا $200، اليوم بدأت الأسعار ترتفع من قبل الناخبين حتى يشترون أصوات يعني الناخبين أو من قبل المرشحين، خلينا نقول اللي يعرضون أموال طائلة من أجل يشتري صوتك. شوف خلينا نقول فد مسألة مهمة، يعني لا تظن أن وسيلة استرجاع حقك اللي مر عليه سنوات طويلة، كل ما يقصد بهذه الكلمة طريقة استرجاع الحق مو من أجل $100 ولا $200 ولا الأكثر من هذا الرقم. استرجاع الحق هو باختيارك الشخص المناسب، استرجاع حقك هو بأن تحافظ على هذه الأمانة لمدة 4 سنوات مقبلة، وحتى تصحح الخطأ السابق مو بالـ100 دولار ولا كذا. فلا تظن أن هذا الثمن البخس مهما ارتفع، فلا تصدق أنه أنت راح تقدر تحقق الشيء الملموس. فلذلك يقول يعني نتكلم للناس اللي يستلمون مغريات أو يستسلمون لهذه المغريات ويبيعون أصواتهم أيضا بأثمان قد تكون بخسة. فإذا كنت تظن أن هذه وسيلة حتى ترجع حقك من اللي سرقوا أموال البلد والسراق للمال العام، فاسمح لي أقول لك أنت مخطئ. ليش؟ لأن هل يعقل أن مستقبل أبنائك يساوي ثمن هذه الأموال أو هذه الدولارات؟ وأنت يعني اليوم تعرف أنه اللي يشتري بطاقتك الانتخابية راح ينهب مليارات الدولارات إذا فاز بالانتخابات؟ طبعا هذا الشكل هو غير مشروع في الانتخابات. إذا كنت تريد تسترجع حقك من الفاسدين، فعليك أن تعاقبهم وتقاطعهم بدلا من أن تساعدهم وتأخذ منهم الأموال، حتى لا تخليهم يوصلون إلى هرم السلطة مرة ثانية وتكون رقبتك بإيديهم. يعني تدرون حتى البارحة أو أول البارحة يمكن شوية كان أكو كلام من البطريركية، حتى الـ يعني بالعراق، المسيحيين بالعراق أو رجال الدين المسيحيين بالعراق حثوا المواطنين على المشاركة الواسعة بالانتخابات البرلمانية المقبلة. اليوم ما بقت إلا بضع أيام أو أسابيع وندخل الانتخابات اللي هي مقررة يوم 10/10/2021. اليوم إحنا يعني أمام مرحلة مصيرية للوطن، أمام مصداقية ووفاء لدماء الشهداء اللي روت أرض العراق من 2014 إلى 2021، ونقصد بها شهدائنا اللي قاتلوا داعش وشهدائنا اللي ضحوا من أجل كلمة نريد وطن، وأيضا حتى الشهداء الضحايا الإرهاب اللي سقطوا من بعد 2003 وحتى ما قبل هذا التاريخ. اليوم هذا هو يوم 10/10، كنا إحنا منتظرين هذا التغيير،
منتظرين انه احنا نحقق الهدف الاساسي وفعلا ننهض ببلدنا. اذا ما تعاوننا ما راح نقدر نحقق الهدف المنشود. نرجع ونقول ان صوتك امانه، فعلا هو هذه هي الامانه، انه تختار الشخص المناسب وتنطي صوتك. ثق انه ما حد يستحق صوتك الا اللي انت تشوفه يستاهل. مو يستاهل يجي يقول لك انا راح اسوي لك وانطيك وراح اقدم لك وبيع لي بطاقتك الانتخابيه اشتريها منك بكذا. لا تغريكم الدنيا يا اخواني، لا تغريكم هاي الدولارات، ثقوا بالله ترى تروح وما تبقى لك يوم يومين. اولا لان ما بها بركه، وثاني شيء لانه قد تدخل من باب السحت الحرام، وثالثا باكر لا تجي تندب وتقول اني حالي حال كل واحد انظلم بهذا البلد، فانت راح تساهم بالفساد وخراب الوطن. عندي اتصال. محمد سلام عليكم. سلام عليكم اخوي محمد. حياك اخوي محمد، من وين؟ الو. حياك الله يا اخوي محمد، من وين حضرتك؟ حبيبي من الانبار. يا الف هلا بك، تفضل يا اخوي. عليكم السلام، من الانبار استاذ. حياك الله، تفضل اخوي محمد، تفضل سولف لي. يا حبيبي من الانبار استاذ. محمد انا اسمعك، يا ريت تنصي لي صوت التلفزيون اللي يمك. انا مدير الرعايه. اي. انا مدير الرعايه استاذ، شو قفص صرنا. طيب. انزين انت راح تروح تشارك بالانتخابات لو لا؟ على مود شو اسمه اقول لك محمد، يا ريت تنصي لي صوت التلفزيون. الرعايه الاجتماعيه قدمتها استاذ ما طلعت. انزين خليني اسال من الرعايه الاجتماعيه، سولف لي انت راح تروح للانتخابات ولا ما تروح؟ والله ان شاء الله اروح بقوه الله. انزين عندك احد بالك راح تروح ترشح له او تنتخبه العفو؟ لا والله بعد نيت. لا ايش تنتظر يا اخوي محمد؟ مو انت عندك مطلب اساسي تريد راتب للرعايه؟ انت ما محتاج كهرباء وما محتاج لاولادك مدارس، ما محتاج لما بعيد الشر عنك لما يكون عندك احد مريض توديه للصحه وتشوف على اهبه الاستعداد، كل الادويه موجوده، مو ما عندنا حتى باراسيتول؟ مو المفروض انه احنا نستعجل حتى نختار ونبحث عن الشخص المناسب ونروح ننتخبه؟ فلا تتاخر يا اخوي محمد، الوقت يمشي. تريد تحقق مطالبك اختار اللي هو يحقق لك اياها ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك، شكرا لك، شكرا جزيلا. طيب عندي اتصال يا اخوي. زين خلي روح المشاهدين نشوف هذا التقرير وراح نرجع لكم، فابقوا ويانا. يتفق غالبية العراقيين وعلى المستويين الرسمي والشعبي على مسألة غياب البرامج الانتخابية والسياسية الحقيقية من أجندات الكتل والأحزاب والشخصيات التي تخوض السباق الانتخابي في أكتوبر تشرين الأول المقبل. كذلك يتفقون على أن البرامج الشكلية والعامة التي تتقدم بها تلك الأحزاب والشخصيات لا تتجاوز حدود الشعارات والإدعاءات غير القابلة للتحقيق وتأتي من باب رفع العتب، كما أن تلك البرامج تكون غالبا متكررة ومتشابهة إلى حد بعيد باستثناء بعض التفاصيل الهامشية التي تقتضيها طبيعة التوجهات التي يمثلها الحزب أو الشخصية المرشحة والمساحة الجغرافية التي تتحرك فيها. فغالبية برامج القوى السياسية السنية التي تتحرك في المناطق المحررة من تنظيم داعش على سبيل المثال تحرص على إدراج ملف المغيبين ضمن برامجها، فيما يغيب ذلك الملف بشكل كامل عن برامج القوى والشخصيات الشيعية والكردية. سياق البرامج الانتخابية غير القابلة للتطبيق التي انتهجتها وطرحتها معظم الكتل السياسية منذ الدورة البرلمانية الأولى 2006 إلى 2010 لمهيمنا على البرامج التي طرحت في الدورات اللاحقة ومرشحة للبقاء في الدورة المقبلة. ويرى معظم المراقبين المحليين أن القوى السياسية المختلفة لم ولن تتمكن من طرح برامج محددة وقابلة للتحقيق بالنظر لأن فرصة وصولها إلى السلطة ضبابية جدا وغير مؤكدة، ولعدم قدرة أي كتلة أو ائتلاف سياسي على حسم رئاسة الوزراء والبرلمان، ولأن تلك القوى والائتلافات عبارة عن تجمعات انتخابية مؤقتة سرعان ما ينفرط عقدها بمجرد الوصول إلى القبة النيابية.
ويعتقد كثيرون أن برامج القوى السياسية ستبقى وفية لمسألة البرامج الانتخابية الهلامية وغير القابلة للتحقيق، وتكرس ذلك من جديد في الدورة الانتخابية الجديدة. ومع غياب البرامج الانتخابية الحقيقية القادرة على إقناع الناخبين، فإن معظم المرشحين والقوى السياسية يسعون عبر وسائل أخرى لاستدراجهم وضمان أصواتهم يوم الاقتراع، ومن بين أقوى تلك الوسائل الشائعة تقديم الطعام وإقامة ولائمه. وبات شعار المعدة أقرب الطرق للحصول على الأصوات شائعا بين أوساط المرشحين، هذا إلى جانب تقديم المبالغ النقدية البسيطة لضمان أصوات بعض الناخبين. وتتصدر مسألة الولائم الانتخابية أولوية المرشحين، إذ غالبا ما يقومون بدعوة الناخبين المحتملين من أبناء المنطقة أو الحي إلى تناول الطعام في المنازل أو المطاعم أو القاعات العامة المخصصة للاحتفالات، ويلجأ البعض إلى توزيع سلال غذائية متواضعة في المناطق والأحياء الشعبية الفقيرة. وإلى جانب الولائم، يتحدث كثيرون عن مبالغ زهيدة لا تتجاوز حدود $100 أو $200 وتمنح للناخب لشراء صوته. ورغم محاولات الأحزاب والقوى السياسية استدراج أو استغفال الناخبين بطرق مختلفة لغياب برامجها الانتخابية، فإن أعدادا غير قليلة من المواطنين يقومون وبطريقة عكسية باستغفال تلك القوى والشخصيات من خلال الحضور والحصول على المبالغ المالية أو ما تيسر من الموائد والسلال الغذائية وبطاقات الشحن، ومن ثم يمتنعون عن التصويت لتلك القوى والشخصيات لأنهم يدركون أنها لن تقدم لهم أي شيء في حال وصولها إلى البرلمان والسلطة، مثل ما أثبتت تجارب السنوات الماضية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، عندي اتصال الآن المواطن خليفة. أهلا بك يا خليفة، حياك الله. خليفة أنت وياي؟ خليفة؟ هادي؟ هادي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي، من وين حضرتك؟ والله من نازح بربيل، صراحتي من بيجي. من بيجي؟ إيه بس نازح حاليا بربيل. آه بربيل، حياك الله. إي يا أخوي سولف لي. والله سولف لك أنا على منصات الرعاية. إيش بيها الرعاية الاجتماعية يا أخوي؟ سوينا معاملات ماكو، وأنا حكيت مع وكيل. زين هادي، شوف احنا موضوعنا وشغلنا اليوم وبرنامجنا ما له علاقة بالخدمات الأخرى، لكن هذا الشيء بالشيء يذكر، وهذا كله مرتبط بخطواتنا المستقبلية. أنت كنازح بأربيل راح تفكر تنتخب ولا لا؟ لا والله ما انتخب. ليش ما تنتخب؟ لا شلون تريد أنت راتب رعاية وينطوك؟ شلون يعني؟ احنا صار لنا هادي، ممكن تعيد كلامك لأنه مو واضح. احنا استاذ ناصر، احنا هسه صار لنا 7 سنين بربي. ايه بربي ونازحين، ما كل واحد مسؤول فكر بينا. زين. ما حد فكر بينا ولا حد يزارنا يعني على النازحين، يعني هسه هذول جماعة الانتخابات يركضون على الشيوخ، يدفعون سيارات للشيوخ، ويدفعون سقاط للشيوخ، وما فاتوا على بيت صغير وفاتوا على بيت يعني بيت ارمله ونفس الوجوه. زين. والله كل شيء متغير نفس الوجوه. والله استاذ ناصر كل نفس ما يفوتون، ليش يستعدون يركضون يسوون مي يسوون شوارع؟ ليش يروحون على الشيوخ؟ من يروحون على الشيوخ ما يقول يا ابو تعال يا شيخ جيب عشيرتك وين الفقير ويصير الفقير. زين. لا لا ليش يروحون على الشيوخ يدفعون دفاتر يدفعون سيارات والشيوخ يحطونها بجيوبهم؟ ما قالوا هاك يا فقير، هاك يا أرملة، كل ما كل شيء ما يصير والله، كل شيء ما يتغير، هاي الحكومة الجديدة كل شيء ما يتغير. زين، خليني أنا أسألك. زين أنت قلبت يمنى يسرى بين المرشحين، شفت واحد وجهه جديد يريد يطلع ولا ما لقيت؟ لا والله ما لقيت، ماكو وجه جديد، ماكو، كلها قدامة، ماكو. لا أكو، أكو. دورت عدل ولا ما دورت؟ والله دورت ماكو. يعني بس واحدة مرشحة أروح عليها علق صوتها مرة أروح عليها تقابل والله بلد والله كان روح مدي وين الشيء فلان ما تعرف
نعم زين. طيب طيب زين خليني اسالك هادي، انت اليوم كنازح شنو طموحك بالمستقبل؟ يعني خلينا نقول انت ما استفادت شيء من حكومه العبادي لان حكومه كانت بوقت حرب، واجا عادل عبد المهدي وكانت التظاهرات والدنيا انقلبت، وبعدين اجا مصطفى الكاظمي وهاي شوفت عينك الدولار صعد والدنيا صار اللي صار. زين الحكومه اللي جايه شو تريد انت منها؟ والله اريد، انا اقول لك اريد اذا هم صحيح احنا ما نريد نوصل مثل بنت عاروس، يعني ادعي الحضور جد قدام الشعب وبعدين ينتخبونهم هم يسوون نفس الحكومه مثل الاولين. زين ليش ما قدموا المتظاهرين قصرهم مو صاروا فوق السنه؟ اي نعم. ليش ما ركضوا قدام المتظاهرين وسووا خدمات ووظفوا وسووا؟ قال ما صار انتخابات. هذه الحكومه تعاني من اتخذها لا يوفروا بشيء. طيب تعرف انت جزء اساسي من الحكومه اللي راح تجي هو انت راح تشارك بصناعتها ولا ما تعرف؟ تعرف انت هذه المشاكل اللي انت تعانيها وكل احنا كعراقيين نعانيها بسبب خطا احنا ارتكبناه عدم ذهابنا للانتخابات؟ تعرف انت فتحت باب اليوم للي فاسد، هو بنظرك انت تشوفه فاسد واني اشوفه فاسد، من ما اروح اني وانت ما تروح وكل واحد يشاهدنا ما يروح، راح نقول له بس انت تعال العب بالساحه وفوت، وراح نعطيه فرصه ثانيه يستمر يبوق وينهب ويخسرنا ونروح احنا ضحايا هذا الفساد. تعرف لما انت تشارك واني اشارك وكلنا نشارك راح نقصي على هذول كلهم ونقضي عليهم وما راح نعطيهم مجال، راح تجيب الناس اللي احنا نشوفهم ثقه واهل للمسؤوليه فعلا ونقعدهم مكانهم ونقولهم حياكم الله والقاع قاعكم واشتغلوا. هذا هو صح ولا اني احط ايدي على خدي وانتظر هو يغير؟ ترى لا تثق انه احنا فقط راح ننتظر يا رب ينطيني والحكومه فاسده وما حصلت منها شيء، هذا الكلام ما راح يفيدنا شيء، لان الله سبحانه وتعالى هادي وانت مؤمن ان الله لا يغير ما بقوم حتى شنو يغير ما بانفسهم، يعني احنا واني وانت ايد بايد ونغير للصح، اذا نبقى ما لي علاقه وما لي علاقه ما راح نحصل شيء. طيب صح لو مو صح؟ واكو حديث نبوي شريف من لم يهتم بامر المسلمين ليس منهم، يعني اذا انت ما راح تقول اني شعلية واني اقول شعلية وغيرنا يقول شعلية واحنا ما راح نحصل اي شيء وراح نبقى اربع سنوات نفس السنوات اللي راحوا. انت مستعد تطلع تظاهرات لا سامح الله لما انت يعني كل شيء يروح من حياتك ويصير بيك اللي صار بال2014 و13 او بما صار 2019؟ مستعد؟ ما مستعد، مستحيل مستحيل راح تفكر هذا. اذا هذا هو الحاسم 10-10. لا تقول ملينا، كلنا ملينا، احنا كلنا نفس الشيء، كلنا نفس الشيء. خلاص روح على الشيخ ودقبابه، روح على الشيخ ودقبابه قل له اجاك فلان وانطاك. والله الشيخ من الثمالي قبل اربع ايام اللي خفته ابو مازن دزعلي علمه وماخذ واحد من العشيره. ماخذ ويعرفنا احنا واحد فقراء ما قدرت اعرف شو وياي على ابو مازن. يا استاذ ناصر، واني هاي اروح علي على المكتب اني يعني بنفسي ارشحها، اريد اواجهها، اريد احكي بس ما تحصل. زين انا هسه كنصيحه من اخوك الصغير، روح دور عدل وشوف من منطقتك منو يستحق تقدر تنتخبه، باكر عقبه توقف له باب بيته وتدق بابه عليه وتقول له انتخبتك وخليتك ثقه. هي انتخبها، هي مره انا بدي انتخبها. خلاص يعني انا لو هي لو عمار يوسف لا صحيح، يعني هو يعني قلت لو هي لو عمار يوسف الله يبارك يعني فيك. هسه اني رحت على باب المحافظه يا برتاب المحافظ، والله المحافظ ماكو مقابله عليه. ليش؟ ماكو مقابله. ليش ماكو مقابله؟ هو مو مسؤول حتى يلبي طلبات الناس؟ يلا يجوز مشغول. يجوز مشغول. ما الا عرف. أيه. عرف ماكو. الله كريم يا اخوي هادي، الله كريم. شد حيلك ودور على الزين وروح انتخبه. ثق ما راح تخسر، وان شاء الله في يوم من الايام تخابرني وراء هذه الانتخابات وتقول لي لا والله اللي انتخبته ما خاب ظني بي ان شاء الله. تسلم. الله يحفظك. شكرا. حياك ابو امير من كركوك، السلام عليكم. عليك
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ابو امير، تفضل يا ابو امير. شو عيني؟ والله الحمد لله، فضل من الله اذا انتم زينين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك يا ابو امير، سولف لي يا ابو امير. يا اخي بس كلامي انا اقول بعد كل شيء ما اقول. قول. يا اخي والله العظيم ما يفيد ما يفيد ما يفيد. وانا اعاندك واقول لك لا والله يفيد. بس لا تحلف مره ثانيه. شلون يفيد؟ تدري ليش؟ تدري ليش؟ اعطي صوتي. انزين. اروح امسح غير مكان ولا مره ياخذ صوتي. انزين. نعم. ابو امير انت، انا السؤال هذا دائما اساله لكل واحد من الاخوه اللي يتصلون، اساله اكو واحد بما تنتخبه ولا ما تشوف؟ ابو امير وياي ولا انقطع؟ لا وياك. اي اكو واحد بمنطقتك يستحق تروح تنتخبه ولا لا؟ دورت؟ لا ما اروح ما انتخبه حتى لو اكو من منطقتهم. ما زين ليش؟ ليش ما عندك اولاد؟ يا اخي شبعنا من عندهم والله شبعنا من خلص. غير غير غير، انا وياك اقول لك غير. أنا أكثر إنسان، شوف غير منه، هو نفس الطاف ونفس الحمام. شوف خلي أقول لك فد معلومة، أنا من أخوك، أنا أكثر إنسان كنت رافض أشارك بالانتخابات. أكثر صحيح. شوف أكثر إنسان أنا أرفض أشارك بالانتخابات، لكن لما شفت هالوضعية أنه ما ممكن إلا نروح نشوف نشارك بالانتخابات رحنا، وحالة حال تلقيح كورونا على فكرة، يعني كثير من الناس اليوم مترددة حتى تروح تلقح كورونا، ويسأل دكتور ويسأل كذا ويدور ويقرأ ويتعب، لأن هذا يمس صحتنا، فهذا يمس كرامتنا، الانتخاب يمس وطننا واللي هو أغلى ما احنا نملك. شفت شهدائنا اللي راحوا خاصة كركوك، صاركم تقريبا أيام تعانون من مشاكل أمنية، صح ولا مو صح؟ البارحة وقبلها وقبلها. منو يقدر هو يعيد لنا الأمن والأمان إذا احنا ما نجيب ناس ثقة وكفؤين؟ مو كافي حد دفاتر بجيبه ويدور وجهه وتخلي المفخخات تطب على مدننا واسواقنا ويروح ضحايا؟ يا اخي والله ما يفيد، والقران حتى لو نغيره المهم يجي نفس الشيء، بس يشوفون الفليسات حمر هذا يسمونه دم، بس يشوفون الحمر راسهم يتخبلون. والسلام عليكم. حياك، شكرا لك. مشاهدينا ابقوا معنا بعد الفاصل نعود اليكم. مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى، ونكمل معكم حلقة اليوم صوتك أمانة من على شاشة قناة سامراء الفضائية الذي يأتيكم على الهواء مباشرة الآن. ينضم معي عبر السكايب من محافظة البصرة المرشح عن العقد الوطني الشيخ عامر كامل العثمان. أهلا بك شيخ عامر معي في صوتك أمانة. حياكم الله أستاذنا الكريم، وأهلا ومرحبا بك ومشاهدي قناة سامراء الفضائية، فأهلا وسهلا. حياكم الله يا شيخ. بداية يعني الشيخ عامر بالنسبة لأهالي منطقة الزبير ربما غني عن التعريف، لكن خلي نعرف الشيخ عامر على جمهور قناة سامراء، فعرفنا عن شخصك الكريم أستاذنا العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، المرشح عامر كامل عبد القادر يوسف العثمان عن الدائرة الرابعة في محافظة البصرة تسلسل 46، متزوج ولدي أطفال والحمد لله، حاصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية من جامعة البصرة وعلى البكالوريوس في العلوم الإسلامية من جامعة بغداد. أشغل حاليا منصب أو وظيفة إمام وخطيب جامع سيدنا الزبير بن العوام، بالإضافة للعمل الإداري ملاحظ للوقف السني في قضاء الزبير. نعم الله يبارك بك، أتمنى لك الموفقية. شيخ عامر خليني أسألك، إحنا اليوم كنا دا نتكلم عن يعني كل المجتمع العراقي عنده فد رؤية تولدت بعد الأحداث الأخيرة أنه ضرورة يفصلون الدين عن الدولة. أنت كرجل دين راح تدخل إلى الدولة، ممكن تقنعني كيف ممكن اليوم أحد الناخبين أو ناخبيك يقتنعون ببرنامجك الانتخابي؟ كيف تطمنهم؟ نعم ربما احنا حقيقة في الحقبة الأخيرة، يعني مرحلة بعد سقوط النظام والانتخابات التي تعاقبت على العراق، ربما مع الأسف يعني أسيء لهذا المفهوم. نعم. أنه هذا المصطلح اللي احنا ما نحبه رجل الدين وهو الإمام الخطيب، احنا كنا رجال دين، أنه ليس له علاقة بالسياسة، أو ربما البعض من المعممين من أساء أو لم يؤدي يعني عمل صحيح
فبالتالي صار السبة على يعني المتصدر أو الإمام الخطيب أو المعمم أن يمارس العمل السياسي، وهذا لا يقاس عليه. نحن نتفاءل كثيرا، السياسة أبدا هي جزء لا يتجزأ من الدين، فالدين هو الدولة وهو النظام الحاكم لكل نواحي الحياة. لكن الخروقات اللي وقعت السياسة، رجل الدين أو الإمام الخطيب ربما إذا كان صاحب كفاءة، صاحب طموح، عنده إخلاص، غيرة، عنده طاقة، ربما يؤدي عملا صحيحا أكثر من رجل السياسة أو الرجل الطارئ على السياسة أو الرجالات الذين جاءت بهم الصدفة إذا صح التعبير إلى المشهد السياسي أو الانتخابي. نحن اليوم عندنا برنامج انتخابي هو نابع حقيقة من رحم المعاناة عن الدائرة اللي أنا اليوم أتشرف بالترشح عنها أو لتمثيلها في قبة مجلس النواب. زين. طبعا هذا البرنامج الانتخابي الشيخ عامر، الشيخ عامر، الشيخ اليوم عامر، الشيخ مدينة عامر الزبير القاسي والداني إذا تسمعني شيخ عامر، ماذا تعني كلمة مدينة الزبير؟ طيب مدينة الزبير، خليني فقط أسألك شيخ عامر، خليني أسألك الثروات. يعني طيب، هذه المدينة بس شوفوا لي صوتي، أكثر من 75% من الواردات الاقتصادية من النفط والمنافذ البحرية والبرية، من ثروة العراق واقتصاد العراق. يعني مدينة بهذا الحجم بهذه الصورة مع الأسف تعاني معاناة كبيرة. فالزبير مدينة منكوبة، منهوبة خيراتها حقيقة. احنا خيراتها تذهب لكل العراق، لكن للزبير حق على العراق أن تعطى هذه المدينة من جزء من ثرواتها. اليوم اللي يعيش في مدينة الزبير يعني يجد حجم معاناة جدا كبيرة. القطاع الخدمي يعني خاصة نحن في قلب مدينة الزبير، حيث سكني أنا أسكن في قلب مدينة الزبير، الزبير القديمة، تعاني نقص كبير من الخدمات. يعني ما يوجد عندنا شارع مبلط، المجاري، العشوائيات، الكهرباء الغير منتظمة، ناهيك عن قضية العطالة والبطالة، جيوش من أصحاب الشهادات من الشباب، من الشابات، ينتظرون فرصة العمل، ينتظرون حياة كريمة، فمعاناة كبيرة هذه المدينة. يعني فجعلنا أولوياتنا حقيقة قبل هذه الأولويات، قبل هذا البرنامج الانتخابي، نريد أن نوصل هذا الصوت. نعم أسمعك واضح. نعم. طيب شيخ عامر، يعني أنت استرسلت بالحديث عن الأسباب اللي دفعتك للترشح، أو حتى تكون أنت الوجهة أو الصوت اللي ينقل هذه المعاناة اللي هي أصلا مو غريبة عن كل عضو مجلس النواب أو حتى عن الحكومة العراقية، لأن الكل يعرف أن نسبة النفط والزراعة اللي موجودة بهذا القضاء، واللي هو يعتبر تقريبا ثاني أكبر قضاء في العراق بما يحتويه من ثروات ومنافذ حدودية، هو منكوب فيما تفضلت. طيب شنو السبب الأساسي اللي خلاك أنت ترشح؟ يعني رغم هذه الأسباب اللي أنت تفضلت بها، راجعت نفسك وقلت أنه أنا راح أطلع أرشح؟ دفعك أحد إلى هذا الاتجاه، أو أنت من قرار نفسك يعني فكرت وحصلت تأييد من الأقارب بشكل أو بآخر لازم تخطو هذه الخطوة؟ نعم أستاذ ناصر، حقيقة الترشح هي مسألة مو سهلة وليست بالهينة. يعني كل مرشح ينبغي أن يكون قد درس وضعه وحاله قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات، لأن ما بعد الفوز إن شاء الله سيكون الحمل ثقيلا، فأكيد ما جاء الترشح بين يوم وليلة. نحن شاركنا في العملية السياسية منذ سنوات طويلة، ما شاركنا في الانتخابات وإنما مارسنا العملية السياسية في أبعد ميادينها، ونعرف حقيقة شنو تعني الانتخابات وشنو يترتب عليها. أكو مؤهلات ومؤشرات للمرشح قبل ما يدخل الانتخابات ينبغي أن يكون يعني قد وعاها ودرسها بشكل صحيح. فنحن اليوم ما جاء ترشحنا اعتباطا، وإنما منذ فترة طويلة ونحن نتدارس مع إخواني وأهلي وأحبابي، وأمتلك بفضل الله سبحانه وتعالى من المؤهلات التي تجعلني أتفاءل كثيرا بالفوز بإذن الله تعالى. أنا من ولادة الزبير، عمري ما طلعت من الزبير. كان لنا عملا كبيرا بفضل الله سبحانه وتعالى، خصوصا في السنوات العجاف التي مرت بالعراق 2006 و7، فكان لنا الدور الكبير اللي له تأثير كبير على المجتمع الزبيري. أنا اليوم أتشرف يعني بانتمائي المذهبي، لكن أنا اليوم لست مرشحا
لأني كوني من المكون السني، لا، أنا اليوم عامر العثمان هو مرشح الزبير، هذه علاقاتي مع كل أهلي في الزبير، فلي مقبولية كبيرة، عملنا على وأد الفتنة الطائفية في البصرة وخصوصا في الزبير مع إخواني في ممثلية المرجعية الدينية في الزبير، مع الأطياف الاجتماعية، عشائر الزبير، فأنا قصدي لي عندي حضور كبير بفضل الله اجتماعي وسياسي في مدينة الزبير، بالإضافة كوني أنا ابن المساجد، تربية المساجد، عملت في الكثير من المساجد في دورات قرآنية، في مراكز تحفيظ القرآن وتعليم القرآن، أشرفت على هذه المراكز، في قضية الإغاثة الإنسانية والعمل الإغاثي والإنساني، لي بصمات بفضل الله كبيرة خلال السنوات الماضية، فأنا لست وليد اللحظة، وإنما عندي بفضل الله خلفية وتاريخ بفضل الله يؤهلنا أقدم. واللي دفعني أخي الكريم، إحنا حقيقة اليوم أهلي وإخواني في الزبير يعانون معاناة كبيرة، مع احترامي كل الدورات اللي مضت، ما حقيقة ما لمسنا شيئا واقعيا خدميا يشعرنا بحرص الفائزين والنواب السابقين أنهم كانوا على مقربة من أهلهم ومن ناخبيهم، فإخواني وأهلي شريحة المساجد وغيرهم كلهم حقيقة ناشدوني ودفعوني أن يؤازروني في قضية طيب الترشح. طيب شيخ عامر، خليني أسألك بهاي النقطة تحديدا، أنت قلت أنه كثير من اللي كانوا عن منطقتك اللي أنت تمثلها اليوم ما جابوا الشيء اللي هو كان مطلوبه، نوعا ما كانوا بعيدين، وإحنا نعرف الشخصيات اللي رشحت بهذه المدينة. زين، أنت تقدر توعد الناس أنه تحقق اللي هم ما قدروا، أو بالأحرى هل أنت عرفت الأسباب اللي منعتهم ما حققوا شيء وخلاهم شوية بعيدين، لذلك نشوف الناخب هو يكون بعيد عن المرشح، ونشوف الناخب يتجبجب أنه يروح ينتخب فلان وفلان؟ أخي الكريم، هي الأسباب كثيرة، يعني اللي عوقت أو أخرت النواب السابقين عن تقديم الخدمات، وأنا ما أتطرق لهذه الأسباب، لكن طيب. أنا استفدت حقيقة كثيرا من هذه التجارب بسلبياتها بإيجابياتها، لذلك أنا في كل مجالسي في كل لقاءاتي الانتخابية في المجتمع الزبيري أعدهم بالقضية الآتية: لن أخذلكم، سأكون قريبا منكم. تبقى قضية أخي، الناس اليوم تريد من ترشح الإنسان، تريد مو بس قريب، تريد احتياجاتها، خدماتها، طموحاتها، تبقى هذه القضية على شخصية المرشح، هذا المرشح شجاع، القائمة اللي داخل فيها ممكن تيسر له أموره وتنطي الخدمات اللي يوفرها الأهل، طبعا هذه كلها كانت في الحسابات، وأنا بفضل الله اليوم داخل في قائمة قوية، قائمة تمتد من الموصل إلى البصرة، فيها شخصيات قوية وهي ممثلة في مجلس النواب، وبإذن الله إن شاء الله هذه القائمة ستحصل الكثير من المقاعد التي من خلالها تحصل على يعني وزارات، مناصب سيادية، من خلالها نستطيع أن نؤدي الخدمات لأهلنا. عندك ثقة سيد عامر، عندك ثقة بأصدقائك وزملائك يعني بهذه القائمة أو هذا التحالف؟ وخليني أسألك، يعني شنو السبب اللي خلاك تختار؟ أكيد أنت بما أنه تفضلت وقلت أني التقيت ودرست وتعلمت حتى أخذ خطوة الانتخابات، وبالتالي حتى اختيارك لتحالف العقد هو جاء عن طريق دراسة، مو هالشكل؟ طيب شنو اللي دفعك لأنه تختار العقد الوطني من دون غيره؟ اللي دفعني عدة قضايا أخي الكريم، في مقدمتها بعد الصعود لقبة مجلس النواب وتمثيلي الجماهيري وأهلي في الزبير، أنا أكيد أريد النجاح، النجاح في عملي خلال 4 سنوات القادمة، لأن ما أنظر فقط ل4 سنوات قادمة، أنا أنظر لمستقبل طويل، أن أكون في خدمة أهلي وناسي، مو نظرتي ل4 سنوات. ثانيا، أنا لا أريد أن أكون موظفا في مجلس النواب، وإنما أكون عضوا فاعلا أمثل أهلي وناسي، أوصل صوت أهلي المحرومين المطلوبين المظلوم. هذا دعاني أن أختار قائمة قوية، قائمة وطنية، الاصطفافات الطائفية اليوم ما تخدم العراق، فلذلك نظرت إلى القوائم، يا أما قوائم سنية في مناطقها، يا أما قوائم شيعية في مناطقها، أنا اليوم الزبير في خليط، في مكون سني أصيل، في مكون شيعي أصيل في مدينة الزبير، وأنا مرشح ابن الزبير ولست مرشح المكون، حتى أجيب خدمات
لابد أن أدخل في قائمة قوية. فنظرت إلى العقد الوطني قائمة قوية بفضل الله سبحانه وتعالى، قائمة فيها خليط من المكون. نعم شيخ سني وشيعي من التركمان في هذه القائمة. إذا قائمة يعني مشتملة على يعني التنسيقات أو أطياف الشعب العراقي. طيب قائمة وطنية. طيب قائمة قدمت لهم برنامجك الانتخابي، لها بصمتها الواضحة في مجلس النواب. نعم قدمت لهم برنامجك الانتخابي هذه القائمة، كيف كان الرد؟ كيف ممكن أنه توعد أهل الزبير اليوم أنه أنت تحقق هذا البرنامج من قبل القائمة؟ أنا حقيقة في خلال حملتي الانتخابية الكثير من الناس يعني ومن حق الناس، اليوم الناس كثير منها عازفة بسبب سوء إدارة مع الأسف المشهد السياسي والانتخابي بصورة عامة، يعني حقهم الناس، حقهم الناس خلال الفترة القادمة. نعم. نعم أسمعك سيد عامر، أسمعك. فخلال هذه الحملات الانتخابية واللقاءات الناس اليوم حقيقة هي تتطلع إلى قضية العيش الكريم، ناس حياة كريمة، يعني حياة بائسة حقيقة أهل الزبير يعيشونها، يعني أبسط الخدمات ما متوفرة، فالناس تريد الأمان، تريد الحياة الكريمة، تريد فرص العمل لأولادها، بناتها، فأكيد إحنا هذه في مقدمة أولوياتنا اللي نطمح لها إن شاء الله عند الصعود، أكيد راح نعمل عليها، وهذا هدفنا اللي راح نسعى له هو توفير حياة كريمة، بيئة كريمة لأهل الزبير. اليوم الزبير فيها شركات نفطية عملاقة، فيها منافذ برية وبحرية، يعني أنا أعمل على هذا المشروع اللي أنا اليوم أفرضه على كتلتي أنه ساندني، وهي قضية مشروع الزبير عاصمة اقتصادية للعراق. تستحق البصرة ولا الزبير يعني؟ البصرة كلها عاصمة. الزبير عاصمة اقتصادية للعراق. فبإذن الله هذا هو من أولويات مشروعي، لأن إذا تبنينا هذه القضية أكيد سيدر خيرها على أهل الزبير. نعم. لذلك اليوم قضية الخدمية قضية مهمة جدا. القطاع الصحي اليوم الزبير نفوسه أكثر من مليون فرد، أكثر من مليون شخص، لا يوجد إلا مستشفى واحدة، مستشفى إمكانياتها بسيطة. المدارس، كثير من المدارس اليوم يحتاجنا. نعم. مدارس كثيرة، مدارس بنيت وبقيت يعني حتى شيخ عامر البناء. شيخ عامر لضيق الوقت، لضيق الوقت أنا مضطر أختم الحلقة، لكن يعني إن شاء الله نحاول نأخذك بحلقة أخرى بإذن الله. أنا أتمنى لك الموافقية إن شاء الله ولزملائك أيضا. شكرا جزيلا لك المرشح عن الزبير الدائرة رقم 4 تسلسل 36 الشيخ عامر كامل العثمان، شكرا أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من صوتك أمانة، لا تستهين بيوم 10/10، فصوتك هو أمانة. في أمان الله.